ادخل محل الانتيك كده اهو اتفرج عليه معاكم. زي ما انتوا شايفين اهو الحاجات اللي موجوده بعرضها معاكم. للاسف يعني انا ضعيفه جدا قدام الانتيكس، يعني ما عنديش حاجات بشنطتي اشيل فيها، بس حابه ان انا ادخل اخد فكره عن المكان علشان انتوا برضو تتفرجوا عليه معايا. زي ما احنا شايفين هنا مجموعه الاكسسوارات اللي موجوده، في مثلا هنا عقد معمول من البيرل اهو موجود، طبعا اكيد صناعي يعني مش طبيعي، بس يعني قصدي ممكن تلاقي حاجات حلوه وفاليبل ليها قيمه كبيره زي ما انتم شايفين قدامكم. طبعا عشاق الانتيكس بيحبوا جدا ده، يعني انا ممكن اقعد هنا ايام، انا ممكن مخرجش من هنا. عالم الانتيك بقى يا جماعة، في حاجات كده الناس اللي هي بتقعد كولكت الانتيكس، في حاجات كده تلاقيها بتشدك ما تبقاش عارف، زي ما تكون كده سحر بجد. منهم التمثال اللي فوق ده مثلا، كنت اتمنى ان انا اقدر اشتري. زي مثلا الست اللي قدامك ده، بصوا في حاجات من الجيد معمولة اهي، ده جيد اهو، كل انواع الجيد موجود هنا. طبعا منطقة جنوب شرق اسيا مشهورة بالجيد. كوينز برضو زي ما انتم شايفين اهو، في كوينز، كوينز طبعا موجودة بكسرة يعني. الفيديو ده انا بهديل تيبو، يا ريتو يتفرج عليه لانه من عشاق الانتيكس والبراس زيي، فاتمنى انه يكون بيشوفه. كتاب برضو الفار القديمه، الراديو، الراديو القديم اللي هو كان زمان الصندوق الخشب ده موجود اهو. زي ما قلت لكم قبل كده عشاق الانتيكس بالنسبه لهم ده عالم سحر، يعني بيدخل جواه كده بيبقى جواه عالم تاني مختلف عن العالم اللي هو متعود يكون جواه طول الوقت. احنا دلوقتي جوه المطعم من هونج كونج، هيقدم لنا اكل من هونج كونج. اكتر ما يميز الاكل بتاعهم هو البط، زي ما انتم شايفين نفس الفكره كانت موجوده في تايلاند وانا حكيت عنها لما كنا عاملين الحلقه بتاعت الستريت فود. هنشوف حالا ايه الاكل اللي هيتطلب وهقول لكم حالا على الطعم اللي انا حسيت بيه وايه الفروق اللي موجوده ما بين المطبخ الهونج كونج والصيني التراديشنال العادي. دلوقتي هقول لكم حالا اللي موجود قدامنا على السفره. احنا موجود اهو نوع من انواع الخضار، وده بيتقدم في الصين زي السبانخ كده. عندنا هنا دي حاجه مقليه بس معموله بالزبادي، ده توفو مقلي، دي فاصوليا، دي رجلين فراخ، رجلين فراخ اهي مطبوخه، ده اللي موجود قدامنا اهو على السفره. المطبخ ده اللي يميزه ان هو خليط ما بين المطبخ الانجليزي والصيني الاثنين مع بعض. فانا دلوقتي هجرب معاكم وهقول لكم حالا طعم الاكل ايه. ده في نودلز كمان اهي، نودلز بالشريمب بالجمبري. الطبق اللي قدامنا ده عباره عن بيف ملفوف زي المحشي كده عندنا، ملفوف معاه بالرايس بيبر زي النودلز كده يعني، ومحشي باللحمه المفرومه. انا ده طبقي اهو، انا هجرب كل الحاجات. حطيت الفاصوليا مع السبايسز، حطيت النودلز، حطيت التوفو وكمان اليوجورت، وهدوق حالا وهقول لكم رايي. ان اكتر حاجه انا لاحظتها اكتر ما يميز الاكل ان ما هوش سبايسي، ما هوش حراق،
كمان الفليفر بتاعت البهارات مختلفة عن اللي أنا كنت باكلها في المطاعم الصيني قبل كده، لكن طعم الأكل حلو قوي بصراحة، عجبني جدا. كمان الحاجات اللي موجودة على السفرة دي أشهر الأطباق اللي موجودة جوه المطعم اللي من هونغ كونغ اللي بيقدمها. زي ما انتم شايفين ضافوا نوعين من الدامبلينج، يعني هما الاثنين معمولين بالشريمب لكن الطعم مختلف. انا برضو هجرب وهقول لكم رايي فيهم ايه على الاختلاف بينهم. يعني في لونها هنا اصفر شويه، في شكلها اهي ملفوفه في شكل الدامبلينج العادي اللي احنا متعودين عليه. نازل معاه نوع من انواع الصويا صوص، بصراحه وجر طعمه حلو جدا اللي متضاف له الفينيجر والصويا صوص. النهارده جربنا الاكل من مطبخ هونغ كونغ، ده المشهد قدامكم وشفتوا كل انواع الاكل اللي اتحطت قدامنا على السفره. انا الحقيقه جربتها كلها كان طعمها حلو جدا، السبايسز فيها كانت قليله، طعم الاكل فعلا يعني مختلف عن المطاعم الصيني اللي انا جربتها. اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا معايا بالتجربه دي، وما تنسونيش بالشير وبالسبسكرايب وباللايك، واستنونا في تجربه جديده في مكان جديد في مطعم جديد، حاجات خاصه بالاكل كلها مطبخنا مطبخ ايمان.